بي سيركل نزلت حلقه جديده من ذا بلايند ديت شو. وضيوف في الحلقه النهارده هم ملك وساء سباق. يعني انت تخينه شويه، انت رود او بجح او وقح. ما خلاص بقى، عملنا سبايسي كام حلقه ما تزهقناش. هاي ازيك؟ تمام، ازيك انت؟ ايه الاخبار؟ تمام، ايه الاخبار، عامله ايه؟ الحمد لله. انت مش مصري جماعه؟ بعيد عن البرنامج، هو ليه اي حد مش مصري لما بيتكلم ونعرف انه مش مصري ونقول له بيستغرب يدخل يقول لك شخبارك شحوالك، تروح قايل له انت مش مصري يقول لك عرفت منين؟ يبقى لبنان. لبناني؟ سوريا. انت برج الايه؟ طيب عذراء. العذراء. انت برج ايه؟ الاسد. طيب شو بتدرسي؟ انا في كليه حقوق. حقوق محاميه وهيك؟ يعني احنا هنتمشكل من اولها عشان؟ لا ابدا. ابدا. يعني هتكوني سهله. نعم هتكوني سهله، هنا قصده يعني ان مش هيكون في مشاكل. جماعه احنا عايزين نحل موضوع اللهجات ده ونوحد اللغه، عشان في كلام كتير قوي متشابه في الدول العربيه بس المعنى مختلف. دي عندنا في مصر اسمها مكوه. نزل لك ايه؟ نزل لي مشروم سوب. الحمد لله. لا عندي حسين من مصر. انا ما بحبوش كتير باي ذا. طب تاخد بتاعتي. انت عندك ايش؟ توميتو سوب. لطيف، تجربها. بدل. البنت لسه قايله لك من ثواني ان عندها حساسيه من المشروب، ولما عرفت انك ما بتحبهاش اقترحت الشير. تقوم تقول لها نبدل عادي والحساسيه بتاعتي. يا صح، نسيت. انا اناني. سوري. لا مش اناني، انا نسيت. انت مش نسيت، انت مش مركز. خلي تركيزك دايما عالي في بدايه الديت، ودي نصيحه لو خرجت ديت بجد. ركز في بداية الديت شوية أكتر لحد ما تكسر التوتر على الأقل. كيف الصفات فتاة أحلامك؟ يكون جدع، دي أهم حاجة. يكون بيحترمني جدا ويحترم وجودي جدا جدا، ويكون بيعرف يعبر عن مشاعره. أنا ما بعرفش أنا بعبر عن مشاعري. لو الولد اللي معاكي في الديت قالك إن هو مش بيعرف يعبر عن مشاعره، لازم أنت كمان تركيزك يعلى، عشان في الغالب هتلاقيه بيعبر عن مشاعره في صورة أفعال أكتر. والبنات للاسف بتحب الكلام الحلو كتير، بس اللي لازم تعرفيه انه لو حبك بجد وكان شخص كويس من جواه هيبقى احسن مليون مره من اللي بيتكلم كتير. انا بحب البنت تكون جميله. انت بتلعبي جيم؟ قليل قوي، يعني الواحد برضو بيجي عليه فتره بيكون عايز ياكل يعني يبسط. يعني انت تخينه شوي؟ في مشكله؟ لا انا بس بص يا معلم، البنات عندها فوبيا من كلمه انت مليانه شويه او انت تخينه مهما كانت رفيعه، فالبنت مهما كان وزنها احنا ثابتين على كلمه واحده، انت جسمك بيرفكت مش محتاج يتغير. انت شايف بقى ان هي مليانه شويه، ما قدامكش غير حل واحد، انك تنزل جيم وتاخدها في ايدك. معلش اصل انا محتاج حد يشجعني في التمرين. واوعى تقولها انزلي جيم لوحدك، انت كده بتقولها انت تخينه. لا، هي نازله معك الجيم عشان تشجعك ان انت اللي تخس. وصلت. هلا بالزواج ما بعرف انتوا عندكم في مصر غير عنا، احنا نص بالنص. نص بالنص. احنا عنا شاب يدفع كل حاجه. طب حلو قوي. اسالك سؤال يا حسونه. حسونه حبيت. ايوه حسونه. والله احنا عم نوصل مكان حلو صراحه. مش حسونه بس. اوف كمان ما انت دافع بقى. حسونا انت بتحب النايت لايف وكده، ولا بتفضل ان انت مثلا تخرج في حته هاديه بقى انا بقدر اصحابي كتير. طب لما يبقى في بارتنر واصحابك، ازاي هتعمل توافق بينهم؟ لازم الاثنين يتوافقوا مع بعض. عن جد مشكله، لانه انا اغلب وقتي يعني مثلا اذا بشتغل لازم اخر الليل اشوف اصحابي. ده زي القهوه عندنا كده تقريبا. بصوا يا بنات، احنا كاولاد لازم نفصل شويه، لازم يبقى في اليوم ساعه بتاعتنا احنا نقضيها بقى مع اصحابنا على القهوه، بلاي ستيشن. كفصلان مش تفضيل عنك والله، احنا غيركم. اكيد مش بحب البلاي ستيشن اكتر منك. انا بفصل على الواقع شويه عشان اعرف اكمل حياتي معاكي. وعموما ساره، ايش رايك باللونج ديستانس؟ بما انه انا يعني ساكن بالاردن انت ساكنه بمصر، فبحس الموضوع شوي انا بالنسبه لي هيكون صعب علي شوي، فايش رايك انت فيه؟ وانا كمان هيكون صعب جدا. ممكن تسافري الاردن كزياره؟ لو ما اكدبش عليك بصراحه يا حسونه، كزياره بس ما اقدرش اعيش بره مصر. بص، موضوع لونج ديستانس ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، هو ينجح لو العلاقه ما طولتش، لكن لو العلاقه طولت اشك انه هينجح. طيب عندنا بنت هنا عمليه، كيوت لطيفه، عادي بتحب الكلام الحلو لكن بتاعت افعال اكتر من كلام، مش مرتبكه، ما بتحاولش تزوق كلامها، صريحه لكن بلا باقه. اما الولد عفوي بيتكلم براحته بس مش بيزوق الكلام، مش من النوع بتاع تقبريني وعيونك، مش كلامنجي يعني. والشخصيه اللي زي دي بتبقى عمليه اكتر. فهل العلاقه دي تنجح؟ الاجابه بس زي ما انت قلتي، لازم تعوديه يعبر عن مشاعره، عشان بالرغم من كل اللي قلتيه مفيش بنت في الدنيا ما بتحبش ان هي تتدلع ويتقال لها كلام حلو. فلو هتعوديه خليك لطيفه معاه اهم حاجه، عشان شخصيته حلوه. الحلقه لطيفه وعجبتني، واتمنى الحلقه الجايه تبقى احلى. اشوفكوا الديت الجاي. سلام.